الحدايد ديال الفرن ملي كنبغيو نطفيهم ضروري كنلقاو شويه الصعوبه، ولكن الطريقه اللي كندير انا كنطفيهم بسهوله وكيخرجوا كيشعلوا. حتى الا كانوا مصدين فالحل ديالهم ها هو بين يديك. غير كملي الفيديو حتى الاخير وما تنسيش بارطاجيه مع ناس اخرين باش هما يستافدوا، ودعمي اختك صباح باللايك. هاد الطريقه غادي نحتاجو فيها ثلاثه المكونات اللي متوفره عندنا في كل دار. كيف كتعرفوا دائما كنحاول نقدم لكم شي حاجه اللي تكون غير مكلفه. اول مكون غادي نحتاجو ليه هو السينيال. وبالنسبه لهاد معجون الاسنان راه عنده دور كبير في التنظيف، يعني اختي ضروري منه. جيبي اي شوكه وعمريها بالسينيال وغتوزعي على الحدايد ديال الفرنو بهذا الشكل اللي كتشوفي في الفيديو. هكا غادي تسهل علينا الطريقه ديال التنظيف وغنضفوه بسرعه. غتخليه في دوك الحدايد المده ديال 10 دقائق حتى كيطلقوا داك الدهون ديالهم وداك الوسخ حشاك اللي كيكون فيهم. وفي المكون الثالث غادي نحتاجو البيكربونات، وضيفي عليهم شويه ديال الخل. وملي تفعلوا هاد المكونات هاد الخليط هو اللي غنكملوا به التنظيف ديالنا بالاضافه لمعجون الاسنان اللي درنا في الاول. وما غاديش نحتاجو الجيكس، غتجيبي غير واحد الشيته ديال السنان اللي تكوني مخليها غير بحال هاد الاستخدامات هي باش غادي تنظفي الحدايد ديالك. اعتمدي هاد الطريقه غادي تنفعك بزاف، وما تنسيش بارطاجيها مع الناس اللي كتعرفي. وبزاف ديال الاسئله كيجيوني بخصوص الفم اللي كيطلقوا الحموم وكيوسخوا لنا المواعن. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في اول تعليق مثبت في هذا الفيديو، وما عليكم الا تضغطوا عليه باش تشاهدوه. الا كنتي اول مره كتشوفي المحتوى ديالي كنتمنى تدعميني باللايك وديري متابعه وفعلي زر الجرس باش يوصلوك افكار اخرين جداد. والا عندك انت شي طريقه ديال التنظيف كتعطيك نتيجه احسن من هذه بارطاجيها معنا في التعاليق. وهكذا نكون وصلنا لاخر الفيديو. يلا تبقاو على خير وتسناو فيديو جديد ان شاء الله.